إنس عربي موحد دون أن نعتبر أن تكتلات بعض منا إلا قوة لكلنا بل حافزا لنا بدل أن نرى فيها اصطفافا أو أضعافا لبعضنا. وأنا في ذلك لا أخفي توجها لدي بخلق مساحة اقتصادية مشرقية مشتركة تضم هذا الجزء من منطقتنا العربية، نجلب الازدهار لها من خلال إعادة أعمار سوريا والعراق وإعادة النهوض بلبنان وتقدم الأردن ومصر وبناء فلسطين. كم جميل مثلا أن نخرج على شعوبنا بسكة حديد تربط بلداننا، بخط غاز يأخذ غاز لبنان إلى العراق ونفط العراق إلى لبنان، وبربط كهربائي منجز غير مقطع، وبمرافئة تجعل المتوسط على حدود العراق والأحمر على حدود سوريا، وبسدود من لبنان تغذي الأردن، وبمعامل من الأردن تغذي لبنان، وباتفاقات تجارة تفاضلية تلغي جشعنا على بعضنا وتفتح التكامل بيننا بعد أن نفتح الحدود دون حصار أو رسوم. كم جميل أيضا أن نخرج بخطة إعادة النازحين واللاجئين إلى أرضهم بمعزل عن رغبة من هجرهم، لأن من هجرهم يريد إبقاءهم، أما نحن المستقبلين لهم نريد عودتهم الكريمة، ولا أحد يمكن أن يمنعنا من ذلك إذا جعلناها كريمة لهم ومفيدة لاقتصاد بلدانهم. كم جميل أكثر لو نفتح الانتماء بين بلداننا لنحول نقمة المذهبية المهيمنة على بلداننا إلى نعمة المواطنة لمشرقنا بحضارته وتعدديته. ضيوفنا الكرام، إن هذا كله لا يمكن أن يكون إن تركنا فجوات في داخلنا، وسوريا هي الفجوة الأكبر اليوم في مؤتمرنا، ونشعر بثقل فراغها بدل أن نشعر بخفة وجودها. سوريا يجب أن تعود إلينا لنوقف الخسارة عن أنفسنا قبل أن نوقفها عنها. سوريا يجب أن تكون في حضننا بدل أن نرميها في أحضان الإرهاب دون أن ننتظر إذنا أو سماحا بعودتها، كي لا نسجل على أنفسنا عارا تاريخيا بتعليق عضويتها بأمر خارجي وبإعادتها بإذن خارجي، وكي لا نضطر لاحقا إلى طلب الإذن لمحاربة إرهاب أو لمواجهة عدو أو للحفاظ على استقلال، وكي لا نسأل ماذا يبقى من عروبتنا إن هكذا كنا. وكي لا أسألكم أنا اليوم ما معنى جامعتنا وأين الجمع إن نجحت هي فقط في الإقصاء والمقاطعة والتخفيض والتعليق، وكي لا يسألنا أولادنا غدا لماذا حافظتم على هذه الجامعة إن كانت للتفرقة ولماذا بقيتم فيها. إخواني زملائي، يبقى أن لبنان مهما أخفق أو أخطأ يبقى هذا البلد الصغير الكبير. أخا صغيرا لكم ورسالة كبيرة لكم، احتضنوه ولا تتركوه، فهو لم يطعن يوما أحدا منكم ولم يعتدي يوما على أي مواطن عربي، بل كان ملجأ وحاميا وحافظا لشعوبكم ومعمرا لبلدانكم ومستوعبا لتنوع حضاراتكم وثقافاتكم، ويبقى دوما واحة المحبة لكم
ولضيافتكم والتهليل بكم وبقدومكم. احضنوه ولا تتركوه، فهو منكم ولن يكون يوما إلا خيرا لكم. وأي شر ترونه أو تعتقدون أنه آت منه اتركوه لأهله، فهم أدرى به لجعله أو لاعتباره خيرا لهم ولكم. لبنان هو الخير لعروبتنا ولجامعتنا، لا تخسروه لكي لا تخسروا عروبتكم وجامعتكم، وشكرا. تفضل سعادة الأمين العام، الكلمة لك. شكرا معالي الأخ العزيز جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية، أصحاب المعالي والسعادة. أود في البداية أن أتوجه بخالص التهنئة إلى الجمهورية اللبنانية على توليها رئاسة الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وأعرب عن خالص التقدير لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما أتوجه بالتحية والتقدير إلى المملكة العربية السعودية على تولي رئاسة الدورة السابقة للقمة والإدارة الحكيمة لأعمالها. سيادة الرئيس، يأتي انعقاد هذه القمة في توقيت بالغ الأهمية، إذ صارت قضية التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها هي الشاغل الأول لدول العالم العربي شعوبا وحكومات. وتلتئم هذه القمة بعد غياب 6 سنوات منذ انعقاد القمة العربية التنموية الماضية بالمملكة العربية السعودية عام 2013. وينظر اجتماعنا اليوم بشكل نهائي في الموضوعات المرفوعة إلى القادة العرب في مؤتمرهم بعد غد. اسمحوا لي في هذا الصدد أن أشير إلى عدة نقاط موجزة. أولاً، أن التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة العربية على الصعيد التنموي تفرض علينا جميعاً بلورة رؤى جديدة والخروج بأفكار مبتكرة لا تكتفي بمخاطبة الحاضر وشواغله، وإنما تنصب أيضاً على المستقبل وتطوراته المتسارعة في التكنولوجيا والعلوم والاقتصاد والإنتاج والذكاء الاصطناعي. ذلك أن هذه التطورات توشك أن تغير معادلات الإنتاج وتوليد الثروة تغييراً جذرياً يجعلنا أمام ثورة حقيقية أطلق عليها البعض مسمى الثورة الصناعية الرابعة. ويمثل التعامل مع هذه الأوضاع المتغيرة والتحولات المتسارعة تحدياً حقيقياً أمام المنطقة العربية، يتعين علينا وعليها التعامل معه والاستعداد لمقتضياته. ثانياً، أن كل دولة عربية ليس في مقدورها أن تواجه هذه التطورات الاقتصادية والعملية الهائلة بشكل منفرد. لقد صار التكامل الاقتصادي وتنسيق السياسات في شتى مناحي التنمية ومختلف نشاطات الإنتاج ضرورة لا طرفا، ويتضمن جدول الأعمال المقترح رفعه لمؤتمر القمة عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتكامل وتنسيق السياسات التنموية بين دول العالم العربي في مختلف مناحي الحياة والنشاط الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك مبادرات واستراتيجيات في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والقضاء على الفقر وحماية النساء إلى غير ذلك من الموضوعات، وكلها تستحق أن تفعل وتنتقل من حيز الدراسة والتفكير إلى التنفيذ على أرض الواقع، مثلما
هو شعار هذا المؤتمر وهذه القمة: الإنسان محور الحياة. ثالثاً، أن تطلعات الشعوب العربية نحو مستقبل أفضل يحمل فرصاً أوسع ومعدلات تنمية أسرع تنعكس على الإنسان ومستوى معيشته، وتقتضي منا جميعاً العمل بروح المسؤولية من أجل أن تكون هذه القمة التنموية والقرارات التي تصدر عنها خطوة نوعية على طريق التنمية العربية، وبصورة تتجاوب مع تطلعات المواطن العربي وتستجيب لطموحاته. أتمنى لأعمال هذا الاجتماع كل التوفيق والتمنيات لهذه القمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك عدد من الدول تطلب إلقاء كلمات، فليتفضل. لا، ما حاطين هون في كلمات بيرجع. فليتفضل معالي الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين. شكرا. معالي الأخ جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، رئيس القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، معالي الأخ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، اسمحوا لي في بداية كلمتي أن أتقدم باسم دولة فلسطين إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة رئيساً وحكومة وشعباً بالتهنئة على نجاح تنظيم أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة، وبالشكر على حسن الضيافة الذي لقيناه في بلد لبنان الجميل في بيروت، عاصمة الكرامة والثقافة والإبداع، والتي كتبت صفحات مشرقة من تاريخ أمتنا العربية المجيد في مقاومة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، والتي على حدودها كسر أنف العنجهية الإسرائيلية عندما اختلط الدم اللبناني بالدم الفلسطيني دفاعاً عن فلسطين وعن كرامة الأمة العربية. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى معالي الأخ إبراهيم العساف وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومن خلاله إلى خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الشقيق على النجاح في إدارة أعمال دورتنا السابقة، وتقدم إلى معالي الأمين العام الأخ أحمد أبو الغيط بالشكر والتقدير على جهود الأمانة العامة في التحضير الجيد لهذه القمة وغيرها من أعمال جامعتنا العربية. أصحاب المعالي والسعادة، يمتلك العالم العربي إمكانيات اقتصادية هائلة ومتنوعة من حيث الموقع الجغرافي الواسع في محور العالم بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، والمطل على البحار والمحيطات والخلجان. هنا حيث يمر العالم بأسره طالباً الاستفادة من ثرواتنا ومواردنا الطبيعية الغنية بالنفط والطاقة والمعادن والمواد الخام، التكنولوجيا والصناعة والمواد الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية. وفي عالم يحكمه الاقتصاد والثروة، يجب أن تأخذ الأمة العربية دورها في صنع قرار المجتمع الدولي على كل المستويات الاقتصادية والتنموية والسياسية. وعندما أتحدث عن دور الأمة العربية المطلوب، أقصد دوراً يتناسب مع مكانتها الحضارية العريقة وقوتها الاقتصادية الكبيرة، لا أن تصبح بلادنا ملعباً للاعبين إقليميين ودوليين، أو مرتعاً لطامعين حيناً والإشرار والمحتلين والإرهابيين أحياناً أخرى، أو أن نقف نحن في مجال التجاذبات والتشتت وردود الأفعال بما لا يتناسب مع تاريخنا وحضاراتنا وقوتنا البشرية والاقتصادية. هذا يعني أننا يجب أن نوظف قوتنا الاقتصادية لحماية الأمن القومي العربي، وأن نتفق على استراتيجية محترمة لحماية هذا الأمن القومي العربي
وحماية أرضنا ومقدساتنا، وأن نمتلك السيطرة الحقيقية على منطقتنا، ونسعى إلى تحقيق مصالحنا الاستراتيجية أولاً، ومن ثم الشراكة المتوازنة مع القوى المؤثرة إقليمياً ودولياً والتأثير المناسب في هذا العالم. أصحاب المعالي والسعادة، أنتم تعلمون أن مثل هذه الأهداف لا تتحقق بالأمنيات وبالنوايا الحسنة، وإنما بالعمل والتخطيط وإعداد الظروف المواتية والملائمة لمطالبنا وأهدافنا. علينا امتلاك الإرادة الحرة وتفعيل كل ما هو ضروري للتكامل الاقتصادي العربي، بل للوحدة الاقتصادية العربية، وسرعة إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتنفيذ الاستراتيجيات العربية للطاقة والكهرباء والزراعة والصحة والتعليم والتنمية المستدامة. لكن ذلك كله لن يتحقق بدون تحقيق بيئة مناسبة من الأمن والاستقرار في منطقتنا العربية، ولن يتحقق ما دامت إسرائيل تحتل أراضينا الفلسطينية والعربية وتنتهك